وحنبدأ سلفي رمضان النهاردة بمحمد عماد في سلفي التربية العسكرية مع محمود صاحبه، والفترة دي كانت من أجمل فترات طول حياته. وهنا محمد يسري واخد سلفي مع أخته أحلى فاطمة في العالم، وبيدعي ربنا يخليها لي وما يحرمهوش منها أبداً، اللهم آمين. أما آية فعلى سفرة كبيرة مع صحبتها واخدين أحلى سيلفي قبل الأكل، وكتبة أحلى صورة في عمري ربنا يخليكوا ليا. وفي عمرة رمضان سارة حتى صورة سيلفي لجوزها وبنتهم وربنا يتقبل يا رب. وفي محافظة سوهاج كوكب رضوان بتقول دي صورة وأنا طالعة من شغلي مع أطفال لقيتهم في الشارع مروحين من المدرسة وقاعدين يسمعوا الحروف. الله على أجمل سيلفي مع البساطة والتلقائية. ونور الشمس حطت صورة أخوها وبتقول لكم بالله عليكم تدعوا لأخويا أول رمضان من غيره، الله يرحمه ويحسن إليه. وهنا ياسر أحمد حاطت صورة أطفال المنطقة اللي هو فيها وكاتب عيال الشارع وفرحة رمضان. أما أوشا خالد فواخدة سيلفي مع صاحبتها اللي بتحبها قوي وتتمنى يفضلوا أصحاب على طول، لأنها عوضتها عن ناس كتير كانوا في حياتها ومشيوا. ربنا يرزقك يا أوشا بالصحبة الصالحة دايما. وفي وسط البحر أم إياد منزلة سيلفي وقت الفطار مع صاحبتها وأنجي من ألمانيا، الله عليكم. وحنختم بهند منزلة صورة جميلة جدا لنور بنتها وكتبة ربنا يوفقك ويكرمك وأشوفك من الناجحين يا رب، اللهم آمين، هي وكل الولاد في كل مكان يا رب العالمين.